في السودان أعلنت قوات الدعم السريع التزامها بحضور قائدها محمد حمدان دجلو لاجتماع مقترح مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حسب ترتيبات قمة إيجاد بشأن الأزمة السودانية. ونفت القوات ما تردد من شائعات حول احتمال أن يحل عبد الرحيم حمدان دجلو بدلاً من قائدها في لقائه بقائد الجيش السوداني. وكان دجلو قد وافق على مبدأ الاجتماع مع البرهان بشرط نيته للاجتماع المقترح بصفته قائداً للجيش وليس رئيساً لمجلس السيادة.